مرحبا، اليوم رح نعمل الجيمات بنكهة التوت. تمام، بهاي النكهة نكهة التوت رح نحط مثل ما قلنا بيضة، مثل ما قلت لكم أنا ما بمشي أنا مقادير معينة، وشوية حليب رح نحط معلقة سكر، رح نحط ربع فانيليا تقريبا، ونكهة التوت كمان شوي، ورح نحط معلقة بيكنج باودر بهالطريقة. وهلا بنحط طحين، ومثل ما قلت لكم الطحين مثل ما بتشوفوه لا يكون جامد ولا يكون رخو، تمام؟ يكون تقريبا بهاي الطريقة، اوكي؟ وهلا بنبلش نقليهم. مثل ما قلنا الغاز بيكون عالي، بعدين بنوطيه عشان ما يحترقوا معانا. وهيك بعد ما خلصناهم بنحط لهم شوية قطر. وصحتين وعافية على الجميع، وما تنسوني من الشير واللايك والسبسكرايب. الله معكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك، بتدقوا الجرس وتعملوا لايك، وشكرا لكم.